اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه Pirates Outlaws. Pirates Outlaws اذا حدا فيكم لعبان Slay the Spire، هي بالضبط Slay the Spire بس بPirates، اوكي؟ وبصراحة في اشياء اكثر من Slay the Spire، يعني الاشياء اللي ممكن تعملها اكثر بكثير. فبرافو للاستوديو اللي عملها، استوديو جديد اسمه Fabled، ما بعرف شو عاملين، ما عاملين شيء قبل هيك، هي اول شيء بيعملوا. طبعا هون بتختار البايرت تبعك، عندي ثلاثة مفتوحين، طبعا مع الوقت حيفتحوا لي كمان، هذا اللي اسمه ريبيوت، هذا كل ما لعبت اكثر كل ما فتحوا لك شغلات اكثر. طبعا هون بيورجيك كم وحده لازم يكون عندك، هلا عندي 2111 وهدول كلهم كاركترز فيك تفتحهم. سليد سباير فيها ثلاثة، هون في طعشين. الفكره هي خلينا ناخذ الجانر مثلا، انا اكثر واحد بحب العب فيه. عندك تو مودز، في الارينا والنافيجيت. الارينا بيفتحوا لك اياها على 2000، ما بيكون مفتوح بالاول، فبدك تعمل شويه نافيجيت. وفي عندك مثل هدول اللي هن القصص، هدول الستوريز فعليا بيفرقوا، انه في منهم اصعب من بعض، يعني هي اصعب من هي، بعدين بتصير هيك لحد ما تصير على الهارد مود. فنلعب على النورمال مود مشان اورجيكم الكيف حتصير. بايرتس باي، تمام. هنجي هون تقول اول بيست، حيورجيك مين البيست واللوجز والاشياء هاي وقديش لعبت وكذا، تمام. راح اجي اعمل باك واعمل ستارت. الفكره انك انت بالسفينه هاي عندك 100 اكشن بوينت مثلا، لحتى تصل لهم بدك تدفع 3، اذا بدك تصل لهم بدك تدفع 7، شايفين. وطبعا بدك تطلع هيك لتصل للجزيره هاي وتقاتل البوس، تمام. وانت ماشي بالطريق بتلم كروت. هلا حنلعب بالكروت، طبعا اللي بيعرفوا ذا سلايد سباير بيعرفوا نظام الكروت. بس على كل حنروح ونعمل حاطلع مثلا على هاي ابو 3، ماشي. واللي حيصير انه انت عندك كروت، طبعا كل كاركتر، كل شخصيه حتلعب فيها لها كروت مختلفه عن الثاني، تمام. اوكي، هلا شو حاعمل؟ شايفين هون كل واحد عنده هيلث فوق، عنده الحياه تبعه، اذا خلصت طبعا بصير صفر، يا اما انت بتخسر او بتقتلهم. طبعا احنا المفروض ما نقتلهم. عندي هون الكروت تبعي 5، في 5 بايدي و5 بالدك، هذا اللي على الجنب. تسحب 5 بتلعب فيهم، بعدين بترميهم بتسحب 5 جداد. طبعا مع الوقت بتصير معك كروت جديده، تمام. بس حنشوف هلا كيف. اول شيء راح ابلش قاتل. طيب في عندك شغلات عليها سيف وشغلات عليها مسدس، وفي عندك كروت هدول بيسمون سكيل كاردز. فهلا اللي حعمله انه انا حالعب بوكس واضرب هاد، حروح له 6 بوينتس. هلا في فوقهم هون كاتب 5، حيضربني 5 عن بعد، وهذا حيضربني 7 عن بعد. بس اذا كان سيف مثلا معناتها حيضربني عن قريب، بس عاده انسى القريب وبعيد، هذا حيضربك هيك، تمام. فهذا ضربته بانش. هلا البوكس هاد ما كنت بقدر اضرب هاد لانه هذا ورا، فبقدر بس اضرب اللي قدام. بس انا اللي معي هذا شاطر بالمسدسات، فهلا حاستفيد منه. عندي هاي سكيل نيكست رينج اتاك از كريتيكال هيت، تمام. فممكن اجي اعمل مثلا هاي، وهلا الضربه اللي بعدها حتيجي 6 × 2 = 12، ضرب 2 24. فانا بعرف انه هاي الضربه حتضرب 24. هلا هذا حيضربني 5 وهذا حيضربني 7، بنخلص من هذا لانه حيزيني اكثر. بعدين حاعمل ريلود، برجع الامو، هذا حقه 1، حاضرب هذا 6، وراح اعمل انتر، حيضربني 5 نزلني 5. ممكن احط ارمور درع. هلا الخمسة اللي حيضربني اياها ما حتأذيني، تمام. هلا برجع بعمل بعبي الامو، بلعب درع تاني وبقوس عليه، صار عنده 6. هلا بس بدي 6 بقتله، وهكذا بتحاول انك تلف. هاي 6 قريب وهي 6 بعيد، خلينا بالقريب مشان ما نصرف امو. على كل إن هو مات، باخذ فلوس، اعطاني 22 كوين، وبعدين اعطاني خيار اشتري واحد من هدول الكروت فور فري، تمام. هلا هذا مثلا كل واحد فيهم تقعد تقراهم، بتشوف مثلا هذا رينجد بيعطيك 12 دامج وديلز كريتيكال هيت اف يو ار ان رينج، تمام. بس انا ما كثير حالعب رينج. باتل ميلي ديل 6 دامج ادز 1 بروكن باتل تو ديسكارد بايل، فهذا بتكسره عليه بعدين بصير ازازه مكسوره، بصير تحارب فيها. هاد رينج سبند اول امو تو ديل 7 دامج لكل الامو اللي صرفته، يعني اذا صرفت وحده امو بتاخذ 7 دامج، اذا 2 امو 14 وهكذا. خلينا ناخذ هي، نعمل كومفر. حلو، هلا صار عندي 97 لاني صرفت 3، هلا بدي اصرف 6 لاصل لهون، ما عندي غير خيار اصلا. اذا خلصوا بعلق بالبحر وخلص وخلصت الجيم، اوكي؟ وكمان نفس الشيء اذا خلص الهيلث تبعي كمان بخسر وبطلع برا الجيم. بس مو مشكله لانه حتى لو خسرت
حيفتحوا لك اشياء جديده. هلا هي الكروت العملائيه مجرد انك خلصت حيفتح لك كروت جداد مشان الدور الجاي لما تلعب بيطلع لك كروت احسن، تمام؟ فهلا مثلا خلينا نعمل هاي، رح نعمل هاي هون ايشيو اوردرز. هلا هاي حتضرب ب 24، هذا 24 هذا 23، خلينا نقتل هذا اللي ورا، بعدين نعمل امو ونضرب هذا. ما عاد عندي امو العب هذا الكرت، فهذا الكرت حيرمى anyway، ما حاستفيد منه، مو مشكله. نعمل لهذا بوكس، نعمل هاي نعبي ارمور مشان اذا ضربنا ما ننأذى. حلو، نعمل بوكس ونروح ضاربينه بهاي، او ممكن اضربه بهاي بيعطيه 14 بس حيموت anyway، مو مشكله. طيب هلا اعطاني ثلاث خيارات. هاي سكيل ديسكارد كارد فروم يور هاند اند ابلاي انجري تايم 6. الانجري بتخليه لما يضربني ما بكثير بضربته قويه. هامر ابجريد تو راندوم اتاك كاردز وين يو جيت ذس ريليك. حلو، هعمل هذا الشيء، عم بعمل ابجريد، عمل لي ابجريد لكروتي. شو يعني كروتي صارت اقوى؟ وهذا الهامر ما عاد له داعي، ممكن بيعه ب 20 بس لما اصل على السوق. طب حاجي لهون واعمل هاي. اوكي هذا حيضربني واحد بخمسه، خمس ضربات كل واحده واحد، معناته بدي اشوف طريقه اني احمي حالي منها. هاضرب هاي هيك، راح اعمل له بانش، حاوصه وعبي الامو. هلا هذا عنده سبيشال ابيليتي، سبيشال ابيليتي تبعه انه يعبي امو كل دور. هلا مثلا في واحد تاني ملي له سبيشال ابيليتي تاني، وكل شخصيه لها سبيشال ابيليتي وكروت مختلفين، وهذا الشيء حلو انا عجبني. هلا لاحظ هاي خمسه وهي خمسه، وهذا كارت واحد زياده اللي اخذته، فهذا الشيء مفيد. طيب رح اعمل ايشيو اوردر مشان تعمل كريتيكال، اعمل امو صار عندي ثلاثه، وهذا حيضرب سبعه بثلاثه باثنين، يعني سبعه بسته قد ايه؟ احسبوها خالص، ما في داعي نكمل. طيب عندي هاي بيبر ديل 7 دامج كريتيكال هيت تو ويكند انمي، فاذا عندي كارت بيعمل ويك ممكن استفيد من هذا اذا طلعوا سوا، بس انا ما بدي هذا، خلينا نشوف هذا شو بيعمل. اذا ما استعملت ولا كارت اتاك اعمل ريلود. صعب. All enemies gain weakened one at start of battle. حلو خلي هذا كويس مفيد. نروح على التافن. اوكي هلا هون شو ممكن اعمل؟ ممكن ادفع 30 كوين، عندي 153، ممكن ادفع 30 كوين لاعمل هيل، ممكن ادفع 100 لصلح السفينه، او ممكن بيع الاشياء اللي عندي. هلا هذا انا ما بيلزمني فحبيعه ب 20. هلا كمان ممكن تدفع فلوس، شايف فلوس بتدفعها مشان تشيل كرت من عندك، ففرضا انا هذا الكرت ما بدي اياه. حلو مثلا بروم بلغي، مرات بيجيك كروت هيك بس حشو كنت تورط فيه اصلا ففيك ترميه، او مشان اذا حسيت انه كروتك كتار والكروت الظريفه ما عم تطلع بسرعه. الناس اللي بتحب تلعب دك بيلدينج، بيسموه دك بيلدينج هذول تبعون البورد جيمز، انه الكروت الظريفه ما عم تطلع، فهيك بتقدر تظبطهم انه يطلعوا. خلينا نعمل ليف، حنطلع هيك ونعمل ايفنت. هلا اوكي هون حيصير ايفنت، طبعا عندك ايفنتس هذول بيكونوا ايفنتس، هذول جسر قتال. اوكي حنجي هون نعمل you found some footprints، هنعمل follow the track، you encounter a wild beast، نحاربه ولا نخسر 10 ونقاتله. سوري نهرب ولا نحاربه، بس اذا حاربته حاخسر 10 health، حينزل 10 ما مشكله. خلينا نشوف، you defeat the beast and receive some injuries. اوكي اكلت ال 10، راح اخذ loot، اخذت هذا السلاح deal 3 damage 3 times، بس هذا السلاح ضربات دغري. اوكي هون حاعمل سفينه باتل، هاي السفينة عادة بتكون ضرب بتكون صعبة شوي، بجوز اخسر. شوف كلهم هلا ويكند بسبب القناع اللي عندي. حلو؟ اوكي، هلا لازم انتبه هون، إذا صرفت هاي ما حيصفى عندي امو لحتى دافع عن حالي، بس أنا بقول خليني نقتل هاد بسرعة لأنه هذا حيضربني ضربة قوية، أنا بعرفه لهاد، فأنا حشيله هاد. هيك انا سلخته مزبوط، هعمل امو وعبي ديفنس. هلا هذا حيضربني ما حيقتلني، شايفين هذا ضربني هيك وهذا كله مش الحال. طيب هلا لاحظوا الملي، هلا لانه عندي ويكند هدول صاروا اضعف، تمام؟ فهلا انا ممكن شو اعمل، ممكن اعمل امو واعمل بليس اوردر. هلا الضربه الرينج تبعي الجايه حتكون قويه كتير، راح اعمل هاي وراح اضرب هاد واسلخ هاد بالضربات هدول. هلا هيك شوي يعني استفدت شوي من هذا الدور بس مو كتير. اوكي شايفين هذا 25، هلا لازم اتصرف. حلو هذا بده 8، بده 8 ليموت، فانا ممكن اضربه بهي وخلص اخلص منه، تمام؟ هيك خلصنا من هذا. هلا حاعمل ريلود وبعدين اخلص. اوكي عندنا خيارين،
هذول حيضربوني 7 و5 يعني 12. إذا أكلت 12 رح أنزل كتير، فأنا يا ممكن أقتل واحد فيهم هلأ، أقتل هاد وأكل بس 5، أو أعمل شيلد وأكل 6. لا أنا حقتل هاد، فبدك تقعد تحسبها هيك بهالطريقة تمام، لحتى تحاول إنك تضلك عايش قد ما فيك. طيب نضرب هذا ضرب 3 ضربات سريعة، نعمل ريلود، ممكن نقتله هذا خالص لأنه 12 ب7 ب2 14. وشايف هلا لأنه هاي السفينة طلعوا لي جنود جداد، هلا هذا حيضربني 1 2 3 4 5 وحيجي اللي بعده. شايفين كيف الجيم؟ الناس اللي بتلعب بورد جيمز دك بيلدرز حينبسطوا عليها. طيب اوكي هلا لازم نعمل شيء مفيد، ما عندي كتير حركات، فهعمل هاي 1 2 3، ما فيني اضرب اللي ورا للاسف، وراح اعمل لحالي شيلد لانه لازم احمي حالي من الضربات الجاي. نعمل هيك، هاي هيك وهاي هيك. طيب نعمل هاد 1 1 2، اظني حموت يا ما حقلها. شايفين هاي السفينة دائما حاولت تتجنبها اذا كنت بالاول، بس انا ما طلعت على الخريطة مشيت هيك. طيب شو صار هون؟ اللي صار انه هذا عبالية، هذا اذا وصل للاخير بيفتح لي كروت جديدة بتطلع لي بالمرحلة اللي بعدها تمام. خلينا نغير وناخذ حدا تاني. هاي هذا الشاب ولا بنت ما بعرف، I'm not sure، عنده سيوف فضرباته كلها شايفين الكروت مختلفين. بس عندك هاد كمان نفس الشيء، ضرباته كروته مختلفين، عنده اشياء غريبة هون، وحتى فيك تغير سكنات حتى. شوف ما شاء الله يعني حاطين اشياء حلوه هون، فيك تغير السكن كومبليت جيم سكالز ايلاند مدري شو لحتى تفتح سكنز جديده. طب خلينا نجرب هاد تمام. المود الثاني ارينا، الارينا بدون ما تمشي بالسفينه مو معقده لهالدرجه، تخلص معركه بتروح اللي بعدها، تخلص معركه بتروح اللي بعدها، بتفتح كروت جداد بكل اختصار. اوكي طب اذا رحنا على الادفانسد بس هيك لنشوف شكلها سكال ايلاند تمام. هلا هون اذا بتشوفوا الخريطه نفسها حتصير اضيق شوي والقتالات فيها اصعب. هلا مثلا خلينا نروح هون، ما حنروح على هي لانه هي حتعملنا مشاكل، فحنضطر نمشي من هون anyway، وحروح على هون لانه هي ارخص مشان ما اصرف كتير بوينتس. شايفين حتى الانميز اختلفوا يعني هذول. اوكي هي شو بتعمل؟ سكيل نيكست اتاك كاردز جين 100 لايف ستيل، فبصير بقدر اسرق حياه يعني بتصير بتعمل هيل لحالك. اوكي هلا اللي حنعمله اول شيء انه حنستعب، بس ليك ما عنده غير 2 امو. ها حنعمل هاي وحنعمل هاي، بعدين مس دايركت ملي ديل ان كريتيكال هيت تو بيهايند انمي. اوكي نضرب هاد، هذا حيضرب هاد ويضرب هذا دبل، وهي كليف على هاد ونقوصه للي ورا. حاول نقتلهم اثنيناتهم، دائما حاول تضرب الريج لورا، طبعا تعتمد على الجيم كمان انت شلون عم تلعب. اوكي جيند 1 دوج، الدوج بيخليك ما تنقذ. طيب نعمل امو، نعمل كيك ونودي هاد لورا، بعدين نعمل كليف ونقتل هاد. شايفين هلا ممكن اعمل دوج، الدوج شو بيعمل؟ انمي اتاكس هاف 50% chance to miss، فبدك تحاول توازن الكروت. اوكي نكست امو خالص كيك انتهى. شايفين هلا عندي شيلد بلس 6 ارمور ات ذا ستارت اوف ذا باتل، او اخذ هذا الكارد ملي كان تارجت اني انمي ديلينج 10 دامج اند ذا كارد از ريموفد، مره واحده بتستعمله بس. لا انا حبيت هذا اكثر، كويس الشيلد مفيد. اوكي اللي بعده شوف هذا هون، هذا حيعمل لحاله شيلد وعنده هذا الشعار ما بعرف شو هو بصراحه، مالي ما شايفه قبل هيك. نحن ممكن شو نعمل؟ هذا حيكون هيلثه عالي فنحن ممكن نستفيد من هاي الشغله. ما رجع لورا، انكر ما بيخليك تدفشه. حلو حلو حلو. طيب ناخذ هذا هيك ونعمل امو ونعمل اند، ما في داعي نحرق الكرت الاخراني ما حنستفيد. مس دايركت هنضرب هاد واللي وراه كريتيكال، بعدين نعمل لايف ستيل. هلا شوفوا شو حيصير، حاضرب هاد وراح اخذ 7 هيلث، رفعت حالي، وهدول ما حد يلعبهم لانه ما عندي امو، وهذا عمل لي ويك هلا. طيب مس دايركت يس، ونعمل لهذا اتاك وخالصين هيك. اخذت هاي. اوكي هوك درو كارد وين ايفر ان انمي سكيلد، اذا قتلت واحد بسحب كرت. هاي سكيل ديل 10 دامج تو اول انميز اند هيل 5 بير انمي كيلد ذس واي،
اذا تضرب 5-10 دامج وتعمل هي. عجبني هذا الكارت، خليني اجرب واسوي ماجيك كارد، صاير كارت سحر اكثر. في منه سحره. اوكي نعمل ديج واتنس كيرس امبلايبل لوز 1 امو وين يو درو ذس. حلو انتحسنا من الفوته. يو هولد ذا فيست اون ذا بيتش اي كان ابجريد ذا كارد اور جين 20 هيلث. يعني نعمل ابجريد ذا كارد وناخذ هذا مثلا، بدل ما هو 5 صار 8. ممكن ظريف. هذا شو بيعمل؟ ديل 14 دامج تو اول انميز اند هيل 8. اي هذا خلينا نقوي هذا الكرت قوي كثير. طب فينا نروح هون ونعمل هيل. عندنا فلوس نعمل هيل هون. شايف منيح اللي عملنا هذيك الشغله. طبعا فيك تعمل سل اذا ما بدك هذا الغرض، فيك تبيعه. فينا نعمل ريموف الكروت، بس الكروت اللي معي جيدين، فهعمل نكست وروح على السوق. بالسوق فيك تشتري كروت بيبر ديل 10 دامج كريتيكال هيت تو ويكند بيبل هاي دينجرس جيم. 75% انك تاخذ 9 ارمر و25% انك تخسر كل الارمر. هذا جين بلس ريج بلس 1 ات ذا ستارت اوف ذا باتل. ويكند اتاك دامج بينالتي فور انيميز از ناو 50% انستد اوف 25. حلو. هلا هن الويكند 25% حيصير 25، بس انا حاستفيد. ما كان لو كان عندي الماسك هذا، مع الماسك بيكون فظيع. طيب شو بستفيد؟ اخذ البيبر، باخذ البيبر. فيني اشتري غيره اذا معي فلوس بشتري، ليش ما اشتري؟ دينجرس جيم لا، هذا لا، هذا لا، هذا لا. اعمل ابجريد، نظبط واحد من الكروت. عم فكر اني ظبط الامو، ناخذ هذا الامو صار بيعطي 2 بدل 1. نعمل ليف، نروح على الايفنت كونتينيو اكسبلورينج. اخسر 10 3 واخذ الستون. At the end of your turn for each enemy you get 2 armor. حلو، كل ما على كل 2 موجودين. طيب عندنا خيارين، يا اما بنروح من هون على الايفنت وبنشوف شو بيطلع لنا حظ، بعدين بنفوت بالدوامه. الدوامه حتضيع لي وقت وحتاكل كثير من من البوينتس تبعي. او بروح من على اليمين. حروح من على اليمين، خلينا على المضمون نشوف اذا فينا نقتل البوس هالمره. طيب حلو، اذا عندنا حدا ويكند ممكن نأذيه. مزبوط. طيب خلينا نعمل شغله. اول شيء نعمل دوج احتياط مشان شو يعملوا لي مس، نجرب. ونعمل ريلود مشان نستفيد. نعمل اتاك لهاد واتاك لهاد ونقتله، هيك خلصنا منه. نعمل نكست. هلا حلو يور تيرن مره ثانيه. رح نعمل هاي منيحه. طيب نعمل نرجع الامو تبعنا، نعمل الاجيلتي مشان نعمل دوج، نضرب اللي ورا، بعدين نعمل هاي. هيك عملنا دامج كتير منيح هذا الدور. هلا هو عمل مس وهذا حيحاول يضربني بكتير، شايفين قد ايه؟ طيب فانا هلا شو حاحاول اعمل؟ حاول ادفشة لورا بهاي. اول شيء حاضرب هاي، فهيك انا ضربت اللي ورا كتير. بعدين راح اعمل هاد مشان اعمل هيل. شايفين هذا الكرت واتنس ما حاستفيد منه، وما عندي هذا اقدر العبه اصلا لانه ما عندي امو، فما استفدت كثير. وهذا حرق لي واحد من الامو تبعي، فيعني رزاله. نعمل هذا كيك ونجيب هذا لقدام ونقتله قبل ما يضربنا. هلا هذا المفروض يعمل لحاله هيل او يعطي اي عمل لحاله هيل. اوكي ما مشكله اتس فاين. نعمل امو اجيليتي اجيليتي ونرجع الامو ونعمل بيبر على هاد. نكست ضربني 6 مو مشكله. نكست 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 بيبر برجع الكرت. شايفين بيرجعوا الكروت مره ثانيه. طيب نعمل بيبر عليه وهذا خالص. اوكي هلا بيرل شيل جين 5 ارمر ايفر يو تيك مور ذان 10 دامج ان ا سنجل اتاك. حلوين، وهذا الصراحه بينفعني كثير لانه انا ممكن اكل ضربات قويه. نروح على هاد. حلو اوكي عم نحارب زومبيز. ممكن نضرب هاد ونعمل 14 دامج، ممكن يكون مفيد. بس قبل ما اعملها راح اعمل هاي. ما اعمل شيء لانه عنده شيلد، فخلينا نجرب نعمل شوت عليه، بعدين نعمل هاي، بعدين نجرب ال 14 دامج. هلا حيضربونا 8 1 2 تبا، وهي روح لي الامو تبعي كمان. طيب نعمل له مس نعمل له الكيك ونرجعه لورا، حيطلع هداك قدام. بس قبل ما نعمل هاي حنعمل هاي عشان نستفيد من الضربة اول، بعدين نعمل كيك لهاد، بعدين نعمل امو، نعمل اجيلتي مشان اذا ضربنا يعمل مس. عمل مس حلو، هو مو شرط يعمل مس بس بتجرب انت عرفت. طب نعمل كيك ونقتل هاد ونخلص منه
واللي بعده. طيب وولويند هذا جيد. هاد مالي ديل 2 دامج 4 تايمز يس بليز. خلينا مفيد. نروح على السوق ولا نروح هون؟ نروح على السوق وبعدين على هاي بعدين نعمل هيل. يس حلو. سوردزمانشيب اول مالي اتاكس ويل ديل كريتيكال. طبعا انا ما عندي كفايه فلوس اني اشتري هاد فانسى. ميك شيفت امو ريلود 2 اند لوز اول امو ات ذا نيكست تيرن. لا ما بدي هذا الشيء. في هون كمان بيرس جين 1 تو 5 كوينز افري تايم يو لوز بوينت هيد بوينتس اد ا ملتي تول تو يور هاند ات ستارت اوف باتل. طيب خلينا نعمل ابجريد لكرت احسن. انو كرتنا نعمل له ابجريد الوول ويند هيصير 3 دامج 4 تايمز يعني 12 دامج. نعمل يس yes. نعمل باك بقى يعني عندي 4 كوينز فما حاستفيد كتير فانا لازم لاقي لي طريقه اجيب فيها شويه كوينز مشان اعمل هيل. يمكن ما يكفي معي كوينز بس ما له مشكله اتس فاين. حلو الكلام. اول شيء راح نعمله هو حنعمل هاي حنستفيد من هاد مشان ناخذ شو ناخذ هون الهيلث من هذا الكرت. رجعنا شويه هيلث حلو رجعنا شويه حياه. ضربني هذا كتير هذا لازم يموت بسرعه. طيب انت يا اخ حتروح فيها لو سمحت. وهي هون وهي هون. هلا هذا حيضربني 15 وهي 6 يا ساتر 21. alright لك خد لك هالسؤال يا زلمي. طيب اسمع هاي امو وهذا هيك نحرقهم بعدين هذا هيك وهذا هيك. هلا هذا حيعمل هيل بس حنقتله. هلا نعطيه هاي خالصين. لا لسه اوكي خذ هاي. اوكي heavy armor gain 12 armor and the mark. المارك بتصير هي ضدك مثل تعرفوا البقعة السوداء تبع جزيرة الكنز او في هذا 8 وخلاص. حلوين 8 وخلاص صح؟ اوكي هذا كويس هذا بيلزمني. نروح هون ونجرب اذا معنا ما معنا كفاية فلوس ممكن نبيع واحدة من هدول اذا ما بدنا اياها. The end of your turn for each enemy gain 2 armor gain 5 armor. اظن هذا خلينا نبيعه ونعمل هيل احسن. يا لانه بجوز نموت ما بدي موت انا هون. خلينا نقتل البوس بورجيكم شو بصير اذا قتلنا البوس. طيب هذا البوس معه واحد لازم بدنا نشوف له حل. طيب نبلش بهي كليف نضرب هذا هيك وبعدين نضرب هذا 1 2 3 اوكي 3 خلص. طيب هلا عندي خيارين يا اما بقتله لهاد يا اما برفع الشيلد بس الشيلد ما حيرفعني شيء لسبب ما لانه ما حدا فيهم عم يهاجمني اعتقد. ايه ما حاستفيد. If an enemy attempts to attack this turn gain 8 armor فحأحرق التو واخذ من هدول واعمل هيل فانا هيك استفدت. هلا هدول كرتين بلاهم نطلع على اللي بعده. حلو هلا حيصير ضرب دايركت فنحرق كل الكروت عليه وناكل الاربعه شكرا. وعمل لي بلايند. شو يعني بلايند؟ اوه وات از ذس كيرس انبلايبل بلس 1 تو اول انمي اتاك دامج وين يو درو ذس. او ماي جاد. طيب منيح عنده هي شيلد هون فما حيقدر يضربني. طيب نعمل هاي ونعمل هاي ونعمل انترن والدور الجاي بنعمل هيل لما نضربه. يا طيب ناخذ الامو ونرفع هاي. ما بعرف ليش الشيلد مو شغال في شيء ناحسه. اوكي هذا الاتاك نعمل كليف فهيك رجعت هيلث. شوفوا رجع الهيلث تبعي اولموست فول. شايفين الكروت لما بتزبطهم مع بعض بتصير حلوه كتير الجيم. طيب نعمل هاي وهاي وهاي وهدول وما عندي امل العب فهد فحشيله. هلا ممكن انا اعمل شغله انه كب هذه الكروت تبع التقويس انه ما له طعمه بصراحه. طيب نعمل كيك شايفين بلس 1 تو اول اتاك. طيب نعمل امو ونعمل هيل مشان لما يضربنا ما كتير ننأذى. اوكي نيكست ما مات فما حاعمل هيل صح. اوكي يلا 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 فاين هاتون بقيان 50 شايفين روحنا 100 بقيان 50. طيب هلا رح نضرب هاي حنضرب هاي. اظن هو هذا ما بياخد ما استفدنا منه هدول الكروت لازم نحرقهم. شوف بتري يلا حطلي بتري بالهاي. طيب نعمل امو نعمل دوج ان شاء الله ما يقتلني. نعمل هاي نعمل كيك ونعمل كليف بقيان له 16. هانت هانت
طيب ما حد استفيد. شوف هدول كرتين كلهم بلا طعمي. طيب نعمل هذا اتاك وهذا اتاك. المفروض انه خلص ما خلص لانه ما بعرف ليه. طيب نعمل اند نشوف نكست نكست نكست. هلا لازم اقتله ولا حيقتلني. اوكي نعمل كليف راح لانه عنده صح عنده هذه. اوكي هذه كيك خالص. طيب شو صار؟ هيعطيني كرت انسباير نكست اتاك 50% لايف ستيل او ممكن بانانا رين اول كاركترز هيل 10 ريموفد. بس ليش اعمل لهم هيل الون؟ ممكن انا استفيد بس ما بعرف ليه. طيب هذا كويس. طيب هلا عندي قرار، يا اما بكمل وباخذ فرصه انه اخذ بوينتس اكثر، يا اما بقول له وقف. بس شو اللي حيصير؟ الهيلث تبعي مثل ما هو، الغراض تبعي مثل ما هنين، وهدول البوينتس مثل ما هنين. فانا اذا عملت كونتينيو هلا راح اكمل وححاطلع على حارب الليفل 2. اذا قدرت اقتل ثلاثه باخذ بونس عالي كثير. تمام هاي هي الجيم. Pirates Outlaws كتير ظريفة، اللي بحبوا Slay the Spire حتعجبون كتير. أنا شخصيا لقيتها أحلى من Slay the Spire، الثيم تبعها والكمية الأشياء الموجودة فيها بشكل عام أسرع اللعبة. أوكي هلا هديك طريقتها شوية خيال علمي أكتر، هي إنه قراصنة. بس اثنيناتهم حلوين يعني، إذا عجبتك هي أو هي ما في مشكلة، أنا عجبتني هي أكتر. مهم ما علينا. هي Pirates Outlaws. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين. سلام.